أهلا بيكم مع وصفة جديدة من وصفات أطبخ مع أمون. النهاردة هنعمل مع بعض الكنافة النابلسية بالجبنة بطريقة سهلة. هنحتاج الأول نعمل الشربات، كوبايتين سكر وعليهم كوباية ونص مية وعصرة ليمون، وبنسيبهم يغلوا على النار حوالي 10 دقايق. بعد كده بنجيب نص كيلو كنافة وبنطحنه في الكبة لحد ما يبقى زي حبات الرمل. صينية 28 سنتي بنحط فيها نص كوباية سمنة أو زبدة سايحة، وبنرش نص كمية الكنافة بالتساوي، بنضغطها وبنسويها وبنحط عليها نص كوباية سمنة أو زبدة سايحة تاني. بعد كده بنحط بقية كمية الكنافة وبنضغطها كويس، وممكن نستعمل صينية حجمها أصغر شوية عشان تبقى متماسكة. دي جبنة بيتي، هحط لكم الرابط بتاعها. ممكن نستعمل جبنة عكاوي أو جبنة ريكوتا، بس ننقعها كويس في المية عشان نشيل منها الملح الزيادة. بنوزع نص كيلو جبنة على وش الصينية وبنسويها كويس. بعد كده بنسويها على النار، تكون عين واسعة لكن هادية جدا. بنلف الصينية باستمرار وبنتأكد انها احمرت باننا بنعمل فتحة في وسط الصينية وبنشوف لون الكنافة من تحت. لما بتحمر بتكون الجبنة ابتدت تسيح، بندخلها فرن على درجة 200، بنسيبها حوالي 10 دقايق عشان الجبنة تسيح وتكمل سواها. بعد كده بنقلبها في صينية اكبر منها شوية وبنسقيها بالشربات في الحال والكنافة لسه سخنة، والشربات بيكون بارد. وبالهنا والشفا، وما تنسيش شير ولايك وسبسكرايب، ورمضان كريم.